صدق مجلس الوزراء الروسي على بروتوكول للتعاون مع مصر في مجال أمن الطيران المدني لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة. ويهدف البروتوكول إلى توفير تدابير أمنية مشددة لأمن الطيران في مواجهة تزايد التهديدات للمنظمات الإرهابية الدولية ضد الطيران المدني. وللمزيد ينضم إلي هاتفيا لواء طيار جاد الكريم النصري. سيادة اللواء، أهلا بك معنا في أون لايف. بداية، ماذا بالشأن ما ذكرناه عن هذا البروتوكول الجديد للتعاون بين الطيران المصري والطيران الروسي في مجال تأمين المطارات، خاصة طبعا في ظل الإجراءات الروسية المؤخرة للتأكيد على إجراءات الأمن داخل المطارات المصرية؟ اهلا بحضرتك. وكاله الانباء الروسيه لسبوتنيك هي اعلنت عن توقيع بروتوكول، او هيتم توقيع بروتوكول بين مصر وروسيا في مجال امن الطيران المدني. هذا الاجراء هو احدى الخطوات ضمن سلسله اجراءات طلبت بواسطه روسيا لتامين المطارات بعد حادث الطائره الروسيه منذ عام وحوالي 3 شهور. نعم. طبعا البروتوكول ده هيبقى في مجال التعاون الامني، بيبقى خاصه ضد الاعمال الارهابيه، لان الاعمال الارهابيه لابد ان تقاوم بتعاون دولي بين كافه الدول، عن طريق بقى تبادل المعلومات، تبادل الاراء، الخبرات، التفتيشات. فطبعا الجانب الروسي كان طلب بعض الاجراءات الامنيه من مصر، ومصر استجابت ولبت هذه المطالب من اجهزه ومن تدريبات، وكان في البروتوكول ده طبعا وان كان بنوده لم تعرف بعد، ولكن هو هيكون في مجال تبادل المعلومات والتفتيشات بين مصر وروسيا. هل يمكن القول ان هذا البروتوكول هو تكليلا ونتاج للتعاون طوال الفتره الماضيه، وهذه الوفود التي المتبادله او التي كانت تاتي من روسيا للتاكد من ضمان الامن داخل المطارات المصريه؟ والله انا اعتقد ان هو قد يكون الخطوه الاخيره قبل عوده السياحه الروسيه الى مصر. طبعا السياحه الروسيه الى مصر هي سياحه مهمه، بتمثل ربع السياحة الوافدة. العلاقات بين مصر وروسيا علاقات متميزة، ولذلك طبعا مصر حريصة على استعادة السياحة الروسية وعلى العلاقات المتميزة بين مصر وروسيا. فاعتقد ان يعني نامل ان يكون ده الخطوه الاخيره قبل عوده السياحه الروسيه قريبا. نعم، شكرا لك يا سياده لواء طيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركه المصريه للمطارات سابقا.